مأساة الموريسكيين كتاب جديد للمؤلف طارق ريسوني تم تقديمه بتطوان. الكتاب يعد إضافة نوعية للخزانة الوطنية تسلط الضوء على مرحلة مفصلية من تاريخ المشترك بين إسبانيا والمغرب. في النشاك العلوي عبد العلي بنوني. وحفل تقديم كتاب المأساة الموريسكية من التنصير إلى التهجير لمؤلفه طارق الريسوني المنظم بمبادرة من مؤسسة محمد داود للتاريخ والثقافة بتطوان للاحتفاء بمولود جديد يرى النور ليغني الخزانة المغربية بمعلومات قيمة عن تاريخ الأندلس والموريسكيين. هذا الكتاب له أهمية كبرى في ميدان البحث التاريخي، خاصة ونحن نتواجد في هذا الجزء من وطننا المغربي الذي كان مهجرا بالنسبة للموريسكيين المطرودين من الأندلس خلال أو في فترة تم فيها طرد المسلمين من تلك الديار. المأساة الموريسكية من التنصير إلى التهجير كتاب جديد ينبش الغبار عن تاريخ الأندلس المجهول أو الموسوم بالكثير من الحكاية والمفاهيم التي تتطلب التفكر، تاريخ يقدمه المؤلف طارق الريسوني بشكل مبسط لكل هاو وأكاديمي. يحكي 120 سنة من حياة الموريسكيين بطريقة بسيطة ولكن مسترسلة، يعني كل هناك الكتاب مقسم إلى 4 أقسام. فالقسم الأول يتكلم عن حياة الموريسكيين منذ سقوط غرناطة إلى صدور القوانين المشحفة في حقهم. الجزء الثاني يحتوي على الفترة التي تلت حرب غرناطة. الجزء الرابع هو الذي يتحدث عن الحياة الاجتماعية، في الحياة الاجتماعية للموريسكيين، في الموريسكيون هم مسيحيون رسميا ولكن من داخلهم مسلمون. بأنامله يوقع المؤلف طارق الريسوني إصداره المأساة الموريسكية من التنصير إلى التهجير بتطوان ليعلن عن تقاسمه خبايا تاريخ سكنه فنبشه ليحييه في محاولة لرفع بعض من الغموض الذي يعتريه.